تخيلت يوما أن يكون نجمك المفضل أو بطل فيلمك المفضل من أصول عربية؟ قد تعرف البعض منهم لكثرة تداول أخبارهم على وسائل الإعلام، لكن البعض الآخر قد تتفاجأ بأن اسمه يندرج على هذه اللائحة التي تضم أسماء نجوم هوليوود من ممثلين ومغنيين وكوميديين ولاعبي كرة قدم مشاهير لم تدرك أنهم من أصول عربية. شاكيرا، الاسم الكامل شاكيرا إيزابيل مبارك، مغنية كولومبية من أصل لبناني. ديجي كاليد، الاسم الكامل خالد محمد خالد، مؤلف ومنسق أسطوانات أمريكي من أصول فلسطينية. سلمى حايك، ممثلة ومنتجة وعارضة أزياء سابقا، مكسيكية من أصول لبنانية. رامي مالك، الاسم الكامل رامي سعيد مالك، ممثل أمريكي من أصول مصرية. وينتورز ميلر، ممثل أمريكي بريطاني ولد من أب أمريكي وأم سورية. ستيف جوبز، قبل أن يتبناه والداه بالتبني بول وكلارا جوبز، ولد ستيف من أب وأم سوريان من مدينة حمص. جيجي حديد، عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية. فرنش مونتانا، الاسم الحقيقي كريم خربوش، مغني راب ومنتج ورجل أعمال أمريكي من أصول مغربية ابن مدينة الرباط العاصمة. مصاري، الاسم الكامل صاري عبود، مغني عالمي من أصول لبنانية. بيلي، الاسم الحقيقي أحمد بلشي، مغني ومنتج وكاتب أغاني كندي من أصول فلسطينية ابن مدينة جنين الفلسطينية. ريدوان، الاسم الحقيقي نادر خياط، مغني ومنتج وموزع وكاتب أغاني عالمي من أصول مغربية ابن مدينة تطوان. كاثرين كينر، ممثلة أمريكية من أصول لبنانية. فينس فون، ممثل كوميدي أمريكي من أصول لبنانية. عاليا شوكت، ممثلة أمريكية من أصول عراقية. توني شلهوب، الاسم الكامل أنتوني ماركوس شلهوب، ممثل أمريكي من أصول لبنانية. زين الدين زيدان، لاعب كرة قدم سابقا ويمارس التدريب حاليا فرنسي من أصول جزائرية. باولا عبدول، ممثلة أمريكية من أصول سورية. شانون إليزابيث، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية من أب سوري. كريم بنزيما، لاعب كرة قدم فرنسي من أصول جزائرية. ستيفان شعراوي، لاعب كرة قدم إيطالي من أصول مصرية. جينا ديوان، ممثلة أمريكية من أصول لبنانية. جيري سينفيلد، ممثل وكوميدي ومخرج أمريكي من أصول سورية. سامي خديرة، لاعب كرة قدم ألماني من أصول تونسية. إبراهيم أفلاي، لاعب كرة قدم هولندي من أصول مغربية. إليسا سيدناوي، ممثلة وعارضة أزياء إيطالية من أصل سوري. بيلا حديد، عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية. سمير نصري، لاعب كرة قدم فرنسي من أصول جزائرية. كانت هذه هي قائمة فنانين العالميين ذوي أصول عربية. أتمنى أن يكون الفيديو ألقى إعجابكم. إن أعجبك الفيديو المجهول الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.